للوقوف عند تكرار قصف مطار أربيل من قبل من وصفهم نجرفان البرزاني بالجهات الخارجة عن القانون التي تستخدم أموال الدولة، وأيضا نناقش تأثير ذلك على علاقة أربيل ببغداد. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم. أستاذ عبد المنعم، حياكم الله. لنبدأ من تصريح مكافحة الإرهاب في كردستان العراق تنجح في إحباط هجوم جديد بطائرة مسيرة على مطار أربيل، طبعا هذا الهجوم يعد الثاني خلال يومين. أستاذ عبد المنعم، لماذا تتزايد هذه الهجمات خاصة في الفترة الأخيرة؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة تابعت، والكثير من المحللين تابعوا ما يجري في أربيل وبين بغداد وأربيل وتداعيات الهجمات المختلفة الصاروخية والمسيرات سواء على مطار أربيل أو على مواقع يعني سيادية في الإقليم مثل مواقع البيشمركة. وفي الحقيقة التساؤل المشروع في لماذا تتزايد هذه الهجمات في هذا الوقت بالذات. نعم. دعني يعني أشير إلى أن الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات اختارت وقت حساس ولربما من وجهة نظرها مناسب لتصعيد هذه الهجمات ارتباطا مع ما يجري بغزة، والزعم أن هذه الأعمال إنما تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وهي لا تعدو عن كونها خلط أوراق ومحاولة لخداع الرأي العام بأن هذه الجماعات إنما تقدم دعما للفلسطينيين فيما هي في الواقع تبتعد بمسافة بعيدة عن هذه المهمة. إذا شئنا الدقة يعني ويعني مجرد تسجيل هذه الهجمات كتضامن مع الفلسطينيين يعتقدون أنه سيكسب تأييدا من قطاعات الرأي العام، لكن هذه ليست سوى حساب قصير النظر ومحاولة كما قلت لخلط الأوراق. اتهامات حكومة أربيل أو رئيس الإقليم نجرفان بارزاني لحكومة بغداد بأن هذه الجماعات إنما تتمول من ميزانية الدولة وهي تحت يعني مرجعيتها هي الدولة العراقية والحكومة العراقية، هذا صحيح يعني كثيرا ومعروف أن هذه الجماعات إنما تعد جزءا من قوات الحشد الشعبي في بغداد وفي غيرها من المحافظة. نعم، رئيس حكومة كردستان العراق نجرفان البرزاني أستاذ عبد المنعم اتهم من وصفهم بالجهات الخارجة عن القانون والتي تستخدم أموال الدولة في إشارة واضحة منه إلى الميليشيات، ولكن في ظل محاولات التقارب وحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، هل يمكن أن نقول أن السوداني قد فشل فعليا في السيطرة على الميليشيات المنفلتة؟ نعم، دعوني ألفت النظر إلى أن البرنامج الوزاري لمحمد الشياع السوداني اللي ألقاه قبل ما يزيد على عام أعلن التزام الحكومة بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، لكن بعد عام من هذا الإعلان تضاعف عدد أفراد هذه الجماعات وتزايد تسليحها وتوسعت المواقع التي تحتلها، بل وفاض نشاطها إلى خارج العراق وحولت العراق إلى معبر لشاحنات السلاح و التهريب والمخدرات وغيرها بين العراق وجيرانه. فإذا يعني قضية أن نقول فشل يعني كلمة ملطفة لموقف الحكومة من هذه الجماعات، إنما هناك ما يشبه التواطؤ في الحقيقة مع هذه الجماعات، وأصبح واضحا أن مرجعية هذه الفصائل ليس الحكومة العراقية وأجندتها لا تدخل في مصالح العراق وتأمين سيادته، إنما
تأخذ أوامرها من خارج الحدود. هذه هي الحقيقة. فأنا لا أعتقد أن السوداني قد فشل، أعتقد أن السوداني لا يرغب ولربما لا يستطيع، ولربما هو يعني قابل بما هو حاصل من نشاط يهدد يعني سيادة العراق وأمنه ويعني يسمم علاقاته بالآخرين. طيب أستاذ عبد المنعم، الميليشيات التي تستهدف بحسب رأي الميليشيات أنها تستهدف المصالح الأمريكية في بغداد، فاتها في أربيل عفوا، فاتها أن تلك المصالح تكثر في العديد من مناطق العراق طبعا غير أربيل، ولكن هل تنفيذ هذه الهجمات قد أخذت ضوءا أخضر من إيران مثلا؟ يعني ضوء أخضر أو أوامر لنقل، لأن هذه الهجمات في يعني في لدى الكثير من المحللين والمهتمين بالشأن العراقي والأحداث الجارية يعتقدون أن هذه الهجمات تدخل في أجندات إيرانية، فكلما يعني تريد إيران أن تسوق نوع من السياسة أو الضغوط أو أنها تعاني من الحصار فتلجأ إلى هذه الأعمال. ووزير الخارجية الإيراني أعلن بصراحة يعني، وحتى قائد جيش القدس في إيران أعلنوا معا بأن النشاطات المسلحة في لبنان والعراق التي تقوم بها الجماعات ما يسمى المقاومة الإسلامية إنما هي يعني رافد من روافد العمل الجهود الإيرانية للتعبير عن يعني عن مقاومة الاحتلال أو مقاومة الأمريكان. المشكلة الثانية القول بأن الجماعات تقتصر في هجماتها على أربيل لربما غير دقيق، لأن بغداد والسفارة الأمريكية والمواقع في الأنبار وتهديد في حتى في مناطق يعني أطراف بغداد تعرضت إلى هجمات هذه الجماعات، ولهذا فإن ميدان نشاطها هو ليس فقط أربيل وإنما مناطق متعددة في بغداد وفي الحدود، وكما نعرف أن على الحدود السورية هناك الكثير من المواقع التي تعد يعني ميادين لهذه النشاطات. أستاذ عبد المنعم، هذا التوافق الهش بين السوداني وحكومة البرزاني، هل يعود سببه سطوة الميليشيات؟ هل يمكن أن نحمل الميليشيات وحدها هذا التوافق الهش بين بغداد وأربيل؟ يعني يوميات الصراع أو المشاكل أو التجاذبات بين بغداد وأربيل في الحقيقة أكبر من مساحة ونقاط الميليشيات ونشاطها. هناك مشاكل معقدة تتعلق بالدستور وتتعلق بالقوانين وتتعلق بقضايا مالية و يعني تصدير النفط والقوانين وقضايا المناطق المتنازع عليها. كثير من القضايا تشكل نقاط بحث بين بغداد وأربيل، بل نقاط تجاذب ولربما خلافات عميقة بين الطرفين. الميليشيات ونشاطاتها تؤجج هذه الخلافات وتوسعها، فبدلا من أن يعني تنجح هذه المفاوضات وتتعمق وتمضي قدما، فإن الميليشيات تشكل عارض لهذه المفاوضات وحل المشاكل بين بغداد وأربيل. ويعني في الحقيقة هذه الهجمات الأخيرة خصوصا التركيز، هناك ما يزيد على 40 هجوم بالصواريخ والمسيرات شهدتها أربيل سواء على المطار أو على مواقع مدنية، وهناك شكوى من أن الميليشيات ستواصل في المستقبل أيضا مثل هذه الهجمات. فإن الحديث عن علاقات بين بغداد وأربيل أصبح يعني حديثا ملغوما بالتهديدات المبطنة
يعني غيرها من الأشياء وحقيقة التهديدات المباشرة أيضا. نبقى في ظل تحميل المسؤولية، وسريعا أستاذ عبد المنعم، هل تتحمل حكومة الإطار التنسيقي مسؤولية هذه الضربات في ظل القرار الذي قنن أوضاع الميليشيات وبالتالي جعلهم جزء من المنظومة الأمنية؟ نعم صحيح هذا، وأصبح هذه الميليشيات أصبحت جزء من المنظومة الأمنية، أخذا بالاعتبار أن يعني أن ممثلي هذه الميليشيات السياسيين هم جزء من حكومة السوداني، وحكومة السوداني نفسه الحقيقة مرجعيته الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي يضم يرعى ويضم ممثلي هذه الميليشيات، فإن القضية متداخلة، والسودان بصرف النظر عن يعني شخصيته وما يقال عن كفاءته وموضوعيته وغيرها، إلا أنه يعني واضح أنه تابع إلى الإطار التنسيقي، وهو يعني يستمد قراراته الاستراتيجية من قرارات يضعها ممثلو هذا الإطار الاستراتيجي وهو ملتزم بها. من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم، شكرا جزيلا لكم.